صباح الخير يا بوسي. انت بتعمل ايه هنا؟ شريف الانسان جاي يطمن على اخته حبيبته، فيها حاجه دي؟ امشي يا شريف، امشي، وكفايه الموقف الزفت اللي انت حطيتني فيه مع عمرو. عمرو بيه وصفي، شريك امجد عبد الرحيم، طليقك يا بوسي. حسك عينك تهفلك بالكلام ده قدام اي حد. انت سابها؟ يا بنتي ليه يا ابو سيلة؟ عملتيها ازاي دي؟ ده انت الشيطان يقول لك يا ابلة النظر. او النعم. بقى تسيبي راجل يا ابو سيلة وتاخدي شريكه وصاحبه الانتيه. بصراحة برافو عليك، فعلا الحياة تتسع للجميع. ويا ترى بقى يا امجد يعرف انك مرات صاحبه وشريكه، ولا هو كمان نايم على ودنه؟ اسكت يا شريف، انت مش فاهم حاجة. طب فهميني يا قلب اخوك. هو انت ايه؟ عمل الاسود اللي قاعد لي يا اخي؟ كان يوم اسود يوم ما خرجت من السجن. ما انت يا ابو سعينه اللي بتلعبي بديلك من ورايا، مع ان كنت انا زمان اللي بخطط لك وانا اللي بظبط لك وبروق عليك، ولا نسيتي؟ ولو كنت نسيت افكرك، ولو كنت مرسياني يا ابو سعينه على قرارك، كان زماني معاكي على الموج زي ما كنت معاكي على الموجه زمان لما يا حبيبتي عملت لك الورق المضروب اللي خليتك فيه خريج الجامعه وعندك ماجستير وبتشتغلي في شركه مالتي ناشونال. ودلوقتي يا ابو سيل اقدر احدفك ورا الشمس. بلاغ قد كده تتحبسي وتلبسي قضيه تزوير في اوراق رسميه تتدخلك فيها اقل سنتين. ماشي يا شريف، سيبني كام يوم كده عشان تعبانه، افوق من القرف اللي انا فيه واكلمك. قرف؟ طب يا حبيبتي فضفضي فضفضي لي يا بوسي، ده انا اخوكي سترك وغطاكي. مش يا شريف، عمرو زمانه جاي. امشي. وماله؟ ينور ابو نسى. وبعدين يعني احنا بقينا كل يوم في الشركه مع بعض واخر القلق. طب اقول لك حاجه ابو سينا، عايزه تخلصي مني خالص ظبطيني، روقي عليا كده يعني ميغه والامل اللي انت عايشه فيها دي. ادي لاخوك يا حبيبتي اي حاجه، اي حاجه من الالمازات اللي عندك ولا الالفات اللي على قلبك قد كده يا ابو سينا. وبعدين يعني على راي المثل، ما هو ملك كنزي للنزه. وبعد ما اديك يا شريف هتضيعهم كالعاده وتيجي تطلب تاني، صح؟ صح. بدل يعني اروح اقول لجوزك ولا لطريقك الدين قول وش يا شريف، غور من وشي عشان مش طايقه نفسي وممكن اعمل فيك مصيبه. غور من وشي. ايه يا ابو سيد؟ غور من وشي يا ابو موزي. غور. ماشي ماشي يا ابو سيد، انا هغور دلوقتي بس والله ما هسيبك، والله ما حسيبك يا بوسي.